ورزان انت شاركت معنا في الموسم واحد والموسم اثنين, داير اجابه بامانه وبضمير. أيه. انا عارفك زول صادق جدا. استغفر الله. نسال الله ولا نزكيك على الله يا ابو رزان. بالله ما قاعد يعودك الحنين كذا لما تتفرج على التلفزيون وتشوفنا في الموسم المدارسه ونجي الفقرات والشباب رايح جاي, ما في نداءات من اطفالك انك روح شارك؟ تعبنا واحنا ناديك يا ابو رزان. تفضل يا شيخ, ما تأثرت داخليا ولا قلبك مات خلاص؟ تفضل يا سمسم. خرب السواس. انا قلت افتح يا سمسم. لا لا صدق, قل اكيد اكيد يعني, يعني مثل هذا الجمع احد يفتقده ولا يشتاق له؟ الله يعني اكيد انه كل ما شفتكم بل حتى يعني بس تبقى ان الحياه مراحل والحياه يعني اماكن وتاثير هنا وهنا وهنا. الله يرضى عليكم. انا مشتاق للعدني بس هذا عدني تغير. عدني حسين اكيد. هل هناك تمام شفتها من بدايه يوم بدايه رمضان من الموسم تمنيت انك تكون في هالفقره؟ اي فقره فيها انت يا ابو سعد؟ لا 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 يتحمس يا شباب. واو يذبوني في الرجال, يذبوني في الرجال. لا شيء شيء لا اله الا الله, يذبوني في الله. الله يسعدك يا العم يا العم. ترى يا شباب ترى خلاص. هل في يعني لقطه تمنيت تكون موجود فيها بالموسم؟ لقطه فيها, لقطه ما فيها انت. لا والله كل الموسم يضيقك يضيقك. شوف صدقا صدقا انت حيث ما تحل في. لا اله الا الله يا ريجي يلبوني في مرجع الرجال يا ريجي. استغفر الله. طيب يدي ايضا ابو رزان. الان ابو عبد الله سيقان شاي ابو رزان. الان عندي سؤال, هل في نشيد تمنيت تشارك فيه؟ انا ما عندي شيء. الان عندي سؤال. انا كل النشيد الان عندي سؤال بس. طيب يا شباب الله يجزاك خير. عندك سؤال؟ عندك سؤال وجه لي انا, مو انا عندي سؤال. طيب هاني مقبل تفضل. ماذا تفتخر في الموسم؟ يلوموني في الرجال. طيب ابراهيم تفضل. لا لا انا اقول انا عندي رساله بس اسمحوا لي. اسلم ابوي. ريما بنتي مرسلت لي تقول جيب لبن ونجاي, فبقول ريما ترى بتاخر بتسحر هنا. خلي برفع شنو بدل ما اخسر نفسي وادق ولا ارسل. عندنا اعلان جديد. تبغى لبن يا ريما؟ ايوه ارفع الشاشه. يا صالح العمري, صالح العمري نداء, صالح العمري نداء. شوف الواتساب حقك يا صالح العمري. شبكه المجد, القنوات الامنه للاسره.